عمل مهم قوي بيتعمل كل سنه من 36 سنه دي. 36 سنه يعني عدى اليومين الفضي من زمان. عنده رصد وتسجيل وتوثيق للحركه الفنيه من 36 سنه. هتلاقي في شباب فنانين هنا بيشتركوا في صالون الشباب، لكن تخطوا مرحله الشباب وبدا يدخلوا في المعرض العام وما زالوا في الصالون برضه، لان هو من 30 من سن 30 ولغايه الاخر بقى براحته. اعتقد ان السنه دي يعني في ظل برضه التغيرات اللي حصلت في البلد الحمد لله هو موجود بقوه ويستمر دايما ان شاء الله. السعودية خدتها في وسط البلد في ميدان التحرير.